اذا واحد سالك سؤال وقال لك عسري اعطيني شنو اسم افضل سلسله بالتاريخ، ايش راح تقول له؟ ايش راح تقول له اذا اقول لك تجربه خدعه التيك توك؟ عافيه مال ايفر صح. عفين يا اخوان، وين ما اروح يسالوني ليش ما تسوي خدعه التيك توك؟ بالانستغرام يقولوا لي العالم شفت الحلقه الجديده، بالتعليقات العالم يقولوا لي شفت الحلقه الجديده. كافي ويليام، حلقه جديده من الموسم الجديد من تجربه خدعه التيك توك في ببجي موبايل. اليوم عندنا يا اخوان خدع كلش صعبه وكلش حلوه. فقبل ما نبلش، اكو نسبه كلش كبيره قاعد يشوفون هذا الفيديو هم مشتركين بالقناه، الاشتراك ببلاش ودائما تقدر تغير رايك فاشترك، واذا كلش تريد يعني تقدر تفعل زر الاشعارات وبس. خلينا نبلش الخدعه الاولى يا اخوان، حتكون اقوى خدعه خاصه اذا صارت. يقول لك يا عزيزي المشاهد، مثل ما تشوف انت بدأ من تفوت بالجيم عندك سلاح صح؟ اذا شلت هذا السلاح وظليت تفر بيه راح يبلش الجيم والسلاح راح يكون عندك. شلون؟ اعتقد يا اخوان فهمتوا وين رايح الخدعه صح؟ الخدعه اذا صارت صحيحه راح تنزل الجيم وانت عندك سلاح. شوفوا حاليا قاعد يفر بالانفورما، ليش قاعد يفر؟ حسني يسوي تغيير تنويم مغناطيسي، بس المهم لحد نهايه الطياره. شوف الطياره تمشي وهو قاعد يفر بالسلاح، نزل من الطياره هو بعد يفر من السلاح. وبالنهايه يا عزيزي المشاهد لما نزل بوم عوف السلاح، حسي عنده سلاح. شلون؟ ما ادري. اذا هاي الخدعه صراحه صارت حيكون شيء رهيب، فخلنا نروح نجربه. اوكي يا اخوان، حاليا حرفيا جبت نفس السلاح مال تام فور الجوكر. اعطيني سكنك. اوكي نظل نفر، هو ظل يفر، احنا نظل نفر، راح يخلص الوقت. اوكي والله والله السلاح بقى موجود. اوكي السلاح بقى موجود، حلو نبقى على هاي الحاله. ليتس جو، والله الخدعه تصير. اوكي نبقى على هاي الحاله، شايلين الانفور حرفيا. ثواني شلون حنزل؟ اريد افتهم شلون حنزل، شلون حنزل صراحه ما ادري. السلام عليكم. اريد احكيها بس ما اقدر. لا حرفيا يا اخوان ما اقدر انزل، والله حرفيا ما اقدر انزل يا اخوان، نهائيا ما اقدر انزل. الخدعة هاي فاشلة يا اخوان، الخدعة هاي جدا فاشلة ولا حد يسويها. روح للخدعة اللي بعدها. الخدعة الثانية يا اخوان حتكون ايضا رهيبة. يقول لك شلون تقدر تجيب الكونكر بهسهل طريقة، علمنا شلون. تجي لهذا المكان الموجود بالمطار، راح تجي على هاي الطيارة، هاي الطيارة راح تقدر تفوت بنصها. شلون راح اقدر افوت بنصها؟ بالضبط بالضبط، تجي من هنا تنزل من هنا انتهى الموضوع، انت فت بنصها وما حد يقدر يحكي وياك وما حد يقدر يسوي وياك اي شيء، فخلينا نروح نجرب. اوكي شباب، الخدعة اللي بعدها حرفيا بالمطار، احنا نزلنا قريبين من المطار اللي لازم نلوت ونسوي هاي الامور، بعد ما خسرنا النقطة قدام التيك توك هاي الخدعة لازم نفوز بها، فراح ننزل نلوت. اريد ارهب لوت يا اخوان، لان هو يقول لك شلون تقدر تاخذ الكونكر، فاعطيني اعطيني هاي الجنطة، اعطيني اعطيني امشي الطاوة حتى نفنش، لازم نفنش بالطاوة. كمية الشتيرات واحد اثنين ثلاثة أربعة، شي نهاية. شوف يا شباب خلينا نتفق، إذا من وصل هاي الحلقة عدد كبير من اللايكات، أنا ما أسوي بعد خدعة تيك توك، ما أسوي خدعة تيك توك، انتهى الموضوع. صراحة ما أقدر أعوفها، إذا ما كنت ما أقدر أعوفها. إذا حرفين إذا تعاركت وياه هذا ومتى تعذف قناتي هسه؟ هسه أعذف قناتي. طلع اسمع، دقت! دقت! بس على السيارة، عفية، يلا يلا يلا. الخدعة مالتنا يا اخوان راح تكون هنا بذن الطيارات، طبعا تدرون المطار دائما تصير به حركات وتصير هواي سوالف وزون يصغر بالمطار، فالخدعة تقدرون تسووها حرفيا هنا. تشوفون ذن الطيارات بالضبط، راح اسوي راح ارمي طلق حتى خلي اوه ذاك واحد ذاك واحد، راح ارمي طلق حتى يجون علي وانا اروح اسوي الخدعة مالتي. نجي بالبداية شو نسوي؟ نختل السيارة حتى ما نخلي العالم يعرفون احنا خاتلين هنا، مستحيل احد راح يصير التخاتل هنا، عرفت شلون؟ هسه نجي نصعد الطيارة. اوكي نمشي على كيف، شوفوا هنا الخدعة، نزل من هنا نزل بوم انتهى الموضوع، ما حد يعرف التخاتل الناني. اذا احد عرف التخاتل الناني تعال في البوجي. هسه شو اسوي؟ بدي اتحارش بالعالم، مستحيل بس حتى سنايبر ذكي ومدري شنو يعرفوني هنا، فراح ابدي اتحارش بالعالم. حلو نقدر نناوهم يعني، تخيلوا لاعب يجيني هنا راح اضحك ضحك مصاير. اوه خلنا نرميه اختي. الخدعه ناجحه تقدر تسويها 100% خاصه اذا خلص الزون النانه. ذاك 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 ذاك، شوفوا شوفوا شوفوا، اي زين زين زين. ارمي طلقه، الله 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 قاعد يمشي سريع والله من الخوف. هو ايش عباله؟ هو شوف مو السياره انا طابقها هنا، هو عباله انا خاطر هنا فيقدر يدير ميني. العاف يا فريش الحركات، اي اي عافيه، ما حد يشوفك، ما حد يدري بيك، ما حد يدري بيك. يلا تعال 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 لا تخاف. والله يا اخوان خاف بشكل مو طبيعي، هذه ولا حس ولا نفس نهائيا، اختفى ماكو. بنى له بيت، بنى له بيت ورا الصخره، رتب اموره، جاب اثاث وعاش ورا الصخره، بعد ما يطلع من ورا الصخره. اوه عباره انا من ذيك الجهه. اوكي 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 راح اعوفه، اسوي نفسي انا مو موجود. من يوصل يمي، لان هو لازم يجي يمي، لان زون من يوصل يمي ارمي طلقه. زين الى متى؟ الزون جاك، الرد زون فوقك، حياتك منتهيه، الى متى انت عايش هيجي؟ الى متى يعني؟ على شنو يرمي؟ روح انطلق انطلق. اي شو رايكم ابوق البوت من عدي؟ جاب بوت ثاني، جاب بوت ثاني يا اخوان، برا الزون وداخل الرد زون، ما يطلع اليوم، انتهى الموضوع. شوف والله يا اخوان ما يقتل البوت، يخاف يقتل حتى لا ابوقه من عدي.
اوكي. حلو، تعال 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 تعال، حياخذ السيارة غالبا، حياخذ السيارة. تدور عليه تدور عليه. اوكي روح 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 روح. لك ايش تسوي؟ اوكي اوكي، خليه خليه خليه. شو دي يحاول يسوي؟ يدق لي هورن. اوه اوه اوه، يمكن دلني ياته والله، بس ما يدري ما يدري بيعرف جوا، بس هو وياتي. اوه اوه، والله شافني والله شافني واخيرا. نبتعد عام. اوكي، بعد ما جربنا هاي الخدعه كلش حلوه، شو رايكم ناخذ الجيم؟ انا اقوى لاعب بالموبايل، بس هاي السياره شو كنت ضافوها بارنجل؟ ممكن افتيم؟ اوه اوه، اكو سكواد. اوه شوف هذي قاعد يحاول يصعد فوق. ابلع، قاعد يسوي خدعه تيك توك يا اخوان هذي. اوكي لا، ابلع ذاك اللاعب، ابلع اعطيه يا اخوان، والله سكواد كله بلع، شو السالفه؟ خلاص ابلع. اوه شوف ذاك، الجيم هذا بتجيب، الجيم هذا بتجيب، بس راح يطلع راسه ويموت. شوف شوف، راقب 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 راقب. اها اها، يا تظلم كمبر تظلم كمبر، بس حتجيني انت برا الزون، انت برا الزون، انت برا الزون راح تجي. اوه شفت حلوه بالبحر، شفت واحده حلوه بالبحر، شفت واحد حلو بالبحر. اوه يا جاي المكمبر البرزون، والله ما انساك، والله ما اعوفك. تعال 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 تعال. حلو، مع السلامة. الاخير وينك؟ بوت الاخير، بوت بقى الحركة بس عين المتابعين. نروح للخدعة اللي بعدها. الخدعة اللي بعدها يا اخوان اذا صارت راح تكون خدعة كلش رهيبة. زبدة، اللي تشوف هذا الضوء يقول لك اذا رميت عليه طلقة راح يطفى الضوء بكل بساطة، واذا رميت عليه طلقة ثانية راح ينصف الضوء اكثر. صراحة انا ما مصدق، انا ما مصدق، انا ما مصدق، صراحة اروح اجربها بنفسي واشوف اذا صح لو لا. البيت هذا يا اخوان تقدر تلقاه بسهولة حرفيا هنا وباي مكان ثاني عادي، بس احنا راح نروح هنا. ايش بيها هذه؟ ايش بيها؟ تدري شنو، ما راح افتح المايك مال الطيارة. ابن امه. بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان، نزلنا حتى نشوف هاي الخدعه هل هي كاذبه ولا هي ما اعرف احكي صراحه يا اخوان. نسبه نجاح هاي الخدعه 0.01%، بس راح نشوف، ما تعرف الحياه كلها تجارب، يعني اذا نجحت هاي الخدعه معناتها هاي الخدعه اسطوريه واحنا كنا مخدوعين وما ادري شو ما انتبهنا. اوه هاي شلون نزل السلاح؟ شباب انا تدرون بيها ما اخدعكم، انا صراحه اشوف هاي الخدعه ما ادري ما اثق بيها، بس راح نجربها. وحاليا واحد كل يا اخوان وبعدين خدعتين، اذا هاي ما صارت يعني معناته الفوز صار مستحيل. شوفوا يا اخوان هاي البيوت الموجوده هنا، هاي البيوت الكبيره حرفيا تقدروا تلقوها بكل مكان موجوده، هل هم كذابين او مو كذابين راح نشوف. اصعد الطابق الفوق، يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الجلوب، هل ممكن تصير؟ اوه ماي جاد، لا لا مستحيل مستحيل. اوكي اوكي، هو فلش مره ثانيه ونص الضوء. لا 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 لا. اوكي يا اخوان، اوكي اوكي، انا نصت الضوء بالمونتاج، صاحب الخدعه هذا كذاب الحد اليوم، اول مره خدعتين قاعدين يكذبون علينا بالمونتاج. انا ما بعرف يكذب علي، بس الخدعه الاخيره ان شاء الله راح اجيبها وتعادل ويا التيك توك اقل شيء. خلينا نروح نشوف صاحب الخدعه يا اخوان، هاي ذاب 80 سموك ناك. حتقول لي ايفر هاي الخدعه؟ لا، هاي الخدعه الكل مسويها من قبل، بس حاليا يقول لك تقدر تسويها بسهوله وتنصب على التيمات حرفيا، واحنا هذا راح نحاول نسوي. اجت نص هاي البوش ولبس يا اخوان هاي اللبسه وقعد هنا وبوم فات بيني مسكواد وحرفيا انتبهوا علي، وبعدها اجى وقتلهم. راح نحاول نسوي هذا الشيء اليوم، اذا هاي الخدعه صارت معناتها منه وجاي اعتمدوا هاي اللبسه. اوكي يا اخوان، على مود تسوي الخدعه اول شيء تسوي لازم تروح تفتش الدروبات على مود تحصل اللبسه. شوفوا شباب، على مود تعتبر الخدعه ناجحه لازم ننصب على فريق ونوقف يمهم وما يشوفونه، ولازم نفوز بالجيم، وبهاي الحاله الخدعه ناجحه، اذا ما سويناها خلاص احنا رسميا خسرنا قدام التيك توك. اوكي راح نروح نص الزون حتى ندور الدروبات، راح نحاول نجمع كل انواع الدروبات يا اخوان على مود نحصل بدله العشب يا اخوان. انا متفائل بهاي الخدعه واحس الخدعه تصير. حتى اكون صريح وياكم، ولا مره بحياتي سويت هذا الشيء، انا لبست هاي البدله، لان اصلا هاي البدله انا ما لبسها نهائيا. المتابعين من زمان حيعرف ان صدق البدله انا ما لابسها من نهائيا. ما قاعد ارفع شيء. هذا الدروب يا اخوان اتوقع انه ببدله، ان شاء الله تخيلوا ببدله وبام، كل شيء كلش حلو. لوتي. اوكي. بالمناسبه يا اخوان عندي جيم واحد بس، اذا هذا الجيم متت بيه او ما لقيت بدله او صار اي شيء خلص انا خسرت بالخدعه، خسرت النقطه. اوكي قدامنا فلير، اكو هذا بيت لاعب.
ما كيم ملابس يعني عايفين ملابس هنا انا. خل ابوك الكلمه عندهم. اوه والله شايفني. لا اوم لازم ما اموت يا اخوان. انتم ما تدرون انا الضغط عليه هسه شنو. يب لا فضحت نفسي. هذا ابو الام 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 ابو الام. يا ربي يا رب اكو هذا يا رب اكو السكن يا رب السكن موجود يا رب. لا يا اخي ادري وين حلقه وين حلقه. قلت بس مجرد سكيل ليش هيك صعب يا اخوان. اريده وين حلقه. دروب دروب اوه 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 الدروب يما حد يما لاعب ابلع. راح اروح على السريع اتاكد اذا دروب بي البدله لو لا. لا 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 يا الهي اذا وراي تيم مع السلامه. بس قول اكل بدله لو لا. لا 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 حيوان ابلع. فجر السيارة فجر. لك خسرت النقطة لك موكب بدل اليوم اشكم شك. فجر 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 فجر. اخ يا ربي بدنا نكون وصلنا نهاية المقطع. اشتركوا بالقناة تشتركين. مع السلامة. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn.